فاول اهو، فاول لصالح بريجل، وهانز مولر هيشوط الفاول. هانز مولر وبتتعبوا هيجيب جول ابدا. حلوه حلوه، جول 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 جول. برايتر برايتر جاب جول 3-1 3-1. الحكم بياخد الكره منهم اوام عشان ما يضيعوش وقت. اوام برايتر جاب جول تبقى 3-1. لو جاب انا على ساعتي، انا ساعتي حوالي 4 دقائق، هل هتقدر المانيا تجيب جولين في 4 دقائق؟ اشوف كرة ما فيهاش كبير، لكن اشوف. اتلعبت اوام 3-1. على العموم طلعوا النتيجة شوية، بل 3-0. وفاكرين فرنسا اتغلبت من بولندا امبارح 3-2 ضربة حرة غير مباشرة على المانيا عشان بيعطل